بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى أليمة، وهي ما يمر به من ذكرى وفاة أمة أهل البيت عليهم السلام. وفي هذا اليوم تصادف ذكرى ولادة شهيدنا الغالي الشهيد علي بداح. نتمنى له الرحمة والمغفرة وأن يحشره مع من يتولاه. فعلا نحن في أمس الحاجة أن نكون قريبين من هذه الرياض الطاهرة لشهدائنا الأبطال، ونحن هنا نقف لنجدد عهدا ونتمسك بالثوابت التي انطلق منها هؤلاء الشهداء. كلما تمر ذكرى لشهيد يجب أن نعزز من موقفنا، يجب أن نتحد من خلال هذا الموقف. فالشهيد هو من يروي هذا الحراك، الشهيد هو من يعطينا الدافع الأكبر لأن نتحرك من خلال حراكنا السلمي للمطالبة بحقوقنا. هذه الدماء الزكية التي سالت على تراب هذا الوطن تعني لنا الكثير، تعني أن لا ننسى الشهداء، تعني أن ننطلق بكل قوة مستمدين العون من هذه الدماء الزكية. نعم، يجب أن نخلد كل ذكريات الشهداء، سواء كان في أعياد في ميلادهم، ذكرى ميلادهم، أو سواء كان في ذكرى استشهادهم بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. التاريخ الهجري يعني لنا أن نقف على روضة الشهيد ونعيد ذكريات الشهيد، ونعطي الشهيد هذه الروحانية من خلال قراءتنا لأجزاء القرآن الكريم، كما نستلهم منه القوة والعزيمة ويبقى معنا في كل حراكنا. وهناك الذكرى التي تصادف بالتاريخ الميلادي، هذه الذكرى أيضا نجسدها من خلال موقفنا المتضامن في حفل نهتف فيه بأشعارنا بكلماتنا الصادحة، حتى تصل هذه الرسالة بأننا قوم لا ننسى شهداءنا أبدا، وسنبقى ملتصقين بهذه الدماء الزكية، وسيبقى الشهداء هم المشعل الأساسي والذي يحرك هذا الضمير. يجب أن نتحرك من خلال هؤلاء، لن ننساهم أبدا، وستبقى روحهم تحلق بيننا، وننتصر بدمائهم إن شاء الله. شكرا لكم.